مصطفى بتضحكني، مش عارفه اختم يا مصطفى، مش عارفه اختم منك يا مصطفى. احنا استمتعت النهارده جدا ان انت كنت معايا، ربنا يخليك يا ريان. ونتمنى كمان المشاهدين يكونوا استمتعوا النهارده بفقراتنا. اعتقد النهارده فقرات اليوم عدى بسرعه، وفقرات كانت لطيفه، انا شخصيا استمتعت بيها، وانا وانا يعني كمان، الواحد ساعات كده تحس انت مبسوط وانت بتعمل وانا كمان الفقره، ففقرات النهارده كانت لطيفه فعلا. خليكم معانا دايما، احنا من 9 ل 11 يومين على شاشة نايل لايف، ونتمنى يعني ان بكرة يبقى في فريق عمل تاني بيحمل نفس هذه الفقرات الجميلة، ويبقى يوم جميل ان شاء الله. وروحنا المرحة أكيد. وخلي بالكم الدنيا بقت برد. أيوة الدنيا بردت فعلا. بكرة يوم جديد وفريق عمل جديد ومتابعة جديدة لأهم الأحداث الجارية في مصر. في نهارك سعيد، نهاركم سعيد.